بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي القناة والمدونة. اليوم سوف نقوم بشرح طريقة تفعيل برنامج البورنيو. هذا برنامج البورنيو، البرنامج الشهير في الخطاطات أو مخططات الهواتف واللابتوب وبعض بعض البورد التلفاز. سوف أقوم بتوضيح ذلك من إن شاء الله. إذن سوف نقوم بتفعيل هذا البرنامج عن طريق سيرفر حلبتك. صراحة أنا أشتغل مع هذا السيرفر، فهو الدعم فيه جيد جدا وسريع. إذن ما عليكم سوى تحميل البرنامج ثم الضغط على Register New User. كما ترون هنا تقوم بعمل أو بوضع اليوزر نيم والإيميل والهاتف ثم الباسورد والكود أكتيفاسيون. هذا الكود فإن سنحصل عليه من عن طريق سيرفر حلبتك. إذن سوف نضع هذا هنا ثم نذهب إلى حلبتك. حلبتك كما ترون هذا هو الموقع. ما عليك سوى الدخول إلى الموقع ثم الذهاب إلى Place Order وتذهب إلى Server Card Game Server، تضغط عليه وتنتظر حتى يتم. كما ترى هنا لقد تم تحميل الصفحة. نذهب إلى Select ونكتب هنا بورنيو، نبحث هنا عن البورنيو. إذن كما ترون هنا بالنسبة للبورنيو شيماتيك أولد نيو أكتيفيشن، يعني هنا بالنسبة للأشخاص الذين يريدون تجديد التفعيل. أما هنا فالريسيلر، يعني الباكج الخاص بالريسيلر، يعني الأشخاص الذين يعيدون بيع اليوزرات. سوف نذهب نحن إلى هنا تحت، ثم هنا تحت البورنيو شيماتيك نيو اكتيفيشن. هنا سوف نختار كم تريد. بالنسبة سوف نقوم بشرح على وان يوزر وان يير، سوف نقوم بتفعيل يوزر واحد لسنة واحدة. ما عليك سوى الضغط على هنا. كما ترى هنا الكريديت الخاص بها، يعني 44 كريديت، تقوم بالضغط عليها. هنا يطلب منك كم تريد من يوزر. سوف نقوم نقول له واحد، ثم هنا تقوم بكتابة مثلا أنت تريد تفعيل يعني نوت، يعني بعض الكلمات التي توضح فيها ماذا تريد، ثم تقوم بعمل بليز. فيقومون بعد لحظات يقومون بمراجعة الطلب، ثم يقومون بإرسال لك الكود الأكتيفيشن، الكود الذي تقوم بتفعيل به. عندما تأخذ ذلك الكود فما عليك سوى أن تضعه هنا ثم تكمل ريجستري، تقوم بعمل ريجستري، ثم يدخل إلى يقوم بتفعيل البرنامج. الآن سوف أقوم بالدخول باليوزر الخاص بي. أنا لقد كنت قد فعلته من قبل. كما ترون هذه هي الواجهة البرنامج. عليكم السلام. إذن الآن كما ترون فدو البرنامج، وبعد فتح البرنامج والدخول باليوزر نايم والمود باس، إذا بعد تفعيل الأكاونت، هذه هي الواجهة الخاصة بالبرنامج. نقوم بالضغط هنا كما ترون موبايل فون، هنا لابتوب، وهنا سمارت بورد، إلى آخره من العناصر الموجودة بهذا. سوف نقوم الآن بشرح الموبايل. نقوم بالضغط والآن فهو يقوم بتحميل الملفات الخاصة بالموبايل. ننتظر قليلا. إذن كما ترون فقد تم تحميل هذه الملفات الموجودة هنا، موبايل فون سوليشن،
ثم شيماتيك اند سيرفيس مانيوال ثم سيستم اون شيب الى اخره. الاولى والثانيه دونك بالنسبه لموبايل فون سوليشن و شيماتيك اند هذين الخيارين هم الذي نقوم نعمل بهم كثيرا. سوف نقوم بشرح الاولى فيها الهاردوير ثم البيتمان ثم الديود ثم الترانزستور. سوف نقوم بالدخول الى الهاردوير سوليشن. كما ترون فهناك الكاتيل ازوس هناك العديد من الشركات. فنقوم بالدخول مثلا الى شركة سامسونج فيها السيريات الا والى اخره ثم الريلمي الريدمي شاومي كما ترون. فبه صراحة برنامج رائع جدا ويدعم الاجهزة اخر الاجهزة كما ترون شاومي الريدمي نوت 11 5G كما ترون. سوف نقوم بفتحه. هناك بعض الخطوط او المخططات الخاصة بالكاميرا كاميرات الهاتف ثم شارج اند داتا. نقوم بالضغط مثلا على شارج اند داتا يقوم بتحميل الملف هنا. اذا كما ترون بالنسبة للشارج هنا هذا هو الكونكتور الخاص الذي يقوم بادخال الشارج والداتا كما ترون. فهو يذهب الى الاي سي ثم من هذا الاي سي الى الاي سي الاخر ويخرج الفيبات هذا الفيبات ويذهب الى بطارية. اذا كما ترون هناك حلول لبعض او للكثير من المشاكل التي تصادفنا في الهواتف. هناك مخططات خاصة بها ونقاط إيصال وإلى آخره من الخصائص الرائعة في هذا البرنامج. مثلا سوف نقوم باختيار مثلا هاتف في سامسونج فهو يدعم الكثير من الأجهزة. والآن سوف نقوم بالذهاب إلى أجهزة سامسونج ثم نقوم بالدخول إلى أجهزة سيري أ ونختار مثلا هذا الأ 107 الأديس أس ونقوم بفتح مثلا هناك حلول LCD لايت يعني الإضاءة بالنسبة للشاشة مشكل الإضاءة بالنسبة للشاشة أو الخطاطة أو الشيمة الخاصة بال دائرة أو دارة الإضاءة الخاصة بالشاشة بالنسبة لجهاز سامسونج جالاكسي الأديس إس. نقوم بانتظار حتى يتم تحميل الملف. كما ترون بالنسبة للإضاءة هذه هي أدوة كونكتور خاص بالشاشة وكما ترون هنا هذه هي الخطوط الخاصة بالإضاءة وهي تأتي من هذا من هنا من هذا السيركوي وهذا السيركوي الخاص بالإضاءة دونك كما ترون فهذه الخطاطة ثم فهو يدعم الكثير من الأجهزة. الآن سوف نقوم بالدخول إلى البيت ماب والبيت ماب كما ترون فهي مقسمة على اثنان. سوف نقوم بالدخول مثلا الى سامسونج نذهب الى السيري آ نفسها ثم نختار عشوائيا هاتف او ماذا سنختار مثلا هذا الهاتف كما ترون. بالنسبة لبيت ماب فهي كما التالي مثلا سوف نذهب الى كونكتور البطارية هو تقوم بالضغط وهو يرسل لك الخطوط تذهب الى النقاط الموصلة بهذه النقطة مثلا ساختار هذه فهي موصلة بهذه النقطة ثم هذه الى هنا هذه كما ترون فهي موصلة بالعديد من النقاط في البوردة.
إذن هذه هي خاصية البيت ماب. الآن سوف نذهب إلى بالنسبة لي سوف نذهب إلى شيماتيك أند دونك سنختار مثلا نختار هواوي. سوف نذهب إلى فهو يدعم الكثير من الأجهزة هو إيكريكسيت برايم 2019 ونقوم بالدخول إلى كما ترون فهو يعطينا مخطط خاص بهذا الهاتف مخططات و كما ترون ثم اختار هنا البي سي بي هذا هو البي سي بي الخاص بالجهاز واللي اوت بي سي بي واللي اوت فهما تقريبا نفس الشيء عندما مثلا عندما تقوم بتحديد مشكل ما مثلا هنا مثلا في هذا الكاباسيتور يعني سي 1703 وتريد تحديده على البي سي بي مثلا فما عليك سوى الذهاب هنا ثم تضغط سي 1703 03 دونك سوف نقوم بكتابة السي 1703 ثم البحث عليه في البوردة كما ترون فهو يوجد في هذا المكان ونذهب إلى البوردة ونقوم بحل المشكل سوف نقوم بالخروج من هذه والآن سوف نقوم بالدخول إلى اللابتوب أند بي سي الآن تم تحميل الملفات ملفات اللابتوب اللابتوب هو كذلك يحتوي على الهارد سوليشن والبورد فيو والشيماتيك والبي سي ثم المونيتور هذه هي الشركة التي يدعم الآن سمارت بورد بالنسبة للسمارت بورد فهي كما كالتالي هواوي إلى آخره ثم سوف نقوم بالدخول الى داتا وورك فهو يحتوي على بعض الفلاشات الخاصه